في خطاب حمل طابعا ترويجيا وتحذيريا، رسم رئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك خطا فاصلا واضحا بين حزبه المحافظين وأكبر معارضي حزب العمال بزعامة كير ستارمر. سوناك شن هجوما على ستارمر مدعيا أنه سيترك البلاد عرضة للتهديدات إذا تسلم السلطة، فيما بريطانيا تواجه أخطر التهديدات في تاريخها خلال السنوات الخمس المقبلة. الآن في مرحلة ما من النصف الثاني من هذا العام سنذهب جميعا إلى صناديق الاقتراع ونختار، ليس فقط بين المحافظين مقابل حزب العمال، سيكون الاختيار بين المستقبل والماضي. لذلك ما زلت على ثقة من أن حزبي يستطيع أن ينتصر، لأننا سنكون الحزب الوحيد الذي يتحدث عن المستقبل بأفكار جريئة وخطة واضحة يمكنها تغيير مجتمعنا نحو الأفضل. سوناك الذي لم يحدد موعداً للانتخابات العامة أصر على أنه الأفضل لقيادة البلاد، أكان لناحية التعامل مع تحديات الذكاء الاصطناعي والهجرة وتهديدات روسيا والصين وإيران، أو لناحية اغتنام فرصة بناء مستقبل أكثر أماناً وازدهاراً. وحمل سوناك السياسة الروسية مسؤولية وضع العالم أمام احتمال التصعيد النووي، مؤكداً أن الاستثمار في الأمن الأوكراني هو استثمار في أمن بريطانيا. كير ستارمر لم يتأخر في الرد، مؤكداً أنه سيضع أمن البلاد على رأس أولوياته كما كان على رأس النيابة العامة. كما اتهم الحكومة بعدم الاستثمار في القوات البريطانية، نافياً أن تكون قادرة على حل مشاكل البلاد. وعلى مسافة أشهر من الانتخابات العامة، يتقدم حزب العمال في الاستطلاعات بحوالي 20 نقطة على حزب المحافظين، وتشير التقديرات المحلية إلى أن سوناك يسعى بعد خسارة الانتخابات المحلية والفرعية إلى الخروج بأقل خسارة ممكنة في الاستحقاق الانتخابي المقبل.